نتحول بكم الآن إلى ملف الأزمة السورية، حيث استهدفت طائرات مسيرة تركية مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في الشمال السوري. يأتي ذلك فيما أرسلت كل من روسيا والتحالف الدولي تعزيزات عسكرية تحسبا لعملية عسكرية مرتقبة أعلنت عنها تركيا في الشمال السوري. معنا من القامشلي مراسلنا هجار السيد. هجار، تفاصيل هذه العملية العسكرية معك، تفضل. نعم فضيلة، فلنبدأ بالخبر الأحدث خلال حديثنا الآن مع مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا لوحدات حماية الشعب سيامنت علي. أكد التزام قوات سوريا الديمقراطية باتفاقية سوتشي عام 2019 والتي تنص بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية على الحدود السورية التركية بعمق 30 كيلومتر، وأكدوا بأنهم على أهبة الاستعداد لأي هجوم من قبل تركيا على الأرض على مناطق شمال شرقي سوريا. كما أكد السيد سيامات علي بأنهم على تواصل مستمر مع القوات الضامنة كروسيا والأمريكيين، بأنه لا يوجد حتى الآن أي عملية عسكرية في مناطق شمال وشرقي سوريا. أما ميدانيا فتتعرض بلدة تلتمر، ريف تلتمر الشرقي والشمالي، لقصف مستمر من قبل القذائف التركية وأيضا بالمسيرات التركية، حيث تعرضت بلدة زرقان أبو راسين لعدد كبير من القذائف من قبل المدفعية التركية. استهدفت مستوصف مدني وأيضا مبنى لقوات الأمن الداخلي، وأيضا استهدفت قرية الطويلة والتي تقع في الريف الشمالي لبلدة التمر. كما بالنسبة لتل رفعت التي تقع في الريف حلب الشمالي شهدت أيضا حربا بالمسيرات التركية، حيث استهدفت بأكثر من 50 صاروخا على المؤسسات المدنية في تلك المنطقة. بالنسبة للمدنيين هناك حركة نزوح كبيرة من بلدة أبو راسين، بينما في بلدة عمودة والدربيسية لاقى التحليق الروسي امتياحا لدى الأهالي. نعم فضيلة، شكرا لك هجار السيد من القامشلي.